في إطار هذا البرنامج ديال تنزيل ديال الميثاق المسؤولية المجتمعية بالجامعة، فالجامعة ديالنا نظمت هذا الأسبوع اللي الهدف ديالو الأسماء هو المصاحبة ديال الطلبة اللي في الوضعية ديال الإعاقة. والورشة ديال اليوم الهدف ديالها هو التكوين ديال المرتفقين ديال الطلبة والطالبات اللي في وضعية ديال الإعاقة فيما يخص اجتياز ديال الامتحانات. وكانوا عدة ورشات، منها ورشة اللي درنا كنظن يوم السبت الماضي اللي فيها أيضا تكوين المرتفقين في المصاحبة ديال الطلبة في وضعية إعاقة فيما يخص الجانب ديال الرياضة، يعني كيفاش يمارسوا الرياضة في ظروف عادية. بروغرام ولا لو بروجي ديال ديفلوبمون ديال جامعة الحسن الثاني وعنده أولوية كبرى في لو باكت إسري اللي هو المخطط ديال تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. الهدف أنه نكون مرتفقين طلبة في وضعية عادية حتى يجعلوا الطالب اللي في وضعية إعاقة كيشعر بنفسه يعني مصحاب، يعني مدعم من طرف الزملاء ديالو والزميلات ديالو الطالبات والطلبة. سي عبد اللطيف، الكلية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تدير واحد اللقاح حول إدماج الطالبات والطالبة في وضعية إعاقة، أشنو هو الفحوى ديال الإدماج وهذا اللقاح؟ المسألة هو إحساس الجامعة بمسؤولية المجتمع تجاه الطلبة في وضعية إعاقة، وإن كنا نفضل أسماء أخرى طلبة ذوي الإهمام ليش طلبة ذوي الاحتياجات. هناك ورشة الغاية منها هي تكوين مرافقين للطلبة فترة الامتحانات. فترة الامتحانات هي فترة ربما هي في فترة عصيبة بالنسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، هي على المستوى النفسي على المستوى المادي على المستوى المعنوي، وبالتالي لابد هناك من دعم الجامعة منخرطة في هذا المجال من خلال يعني تكوينات ومن خلال يعني ورشات تكوينية. نحن ككلية الحقوق الدار البيضاء من خلال تكوين العمل الاجتماعي على مستوى إجازة تمييز القانون الحماية العمل الاجتماعي وماستر إدارة مؤسسة العمل الاجتماعي، انخرطنا في السابق والآن في هذه العملية، وهي عملية الغاية منها هو الاهتمام بفئة معينة تعيشون من مجموعة من العراقيل على مستوى الولوجيات على مستوى التحصيل على مستوى التقييم. اليوم الجامعة رسأت أن تنخرط في هذا الورش المجتمعي الذي لا يمكن أن يعني أن نفصله عن ورش الاجتماعي للعفو الملك المغرب بقيادة الملك محمد السادس ناصر الله، والذي هم مجموعة من الفئات المهمشة. وبطبيعة الحال في إطار التقائية السياسة العمومية الجامعة منخرطة مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى في هذا المجال المتعلق بمصاحبة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ما يمكن تسميتهم بذوي الهمم في إطار تكريس الممارسة الفضلى على مستوى المعاملة الإنسانية.